السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. هذا الفيديو فيه ريفيزيون تاع الانكا تاع البولو اللي جي تاني في الايبيزا. كما تشوفوا الدوره تاع الفبريكان راهي ما شاء الله. درنا لي كوسيني في الجليكو، هذه كرتونه حمراء، ودرنا لي بيستون 050 في النيرال. هذه الماركه، هذه لي كرتونه تاع الصفراء كما تشوفوا، هذه احسن ماركه راني نركب فيها في شحال من نوع تاع محرك، ماشي شرط هذا انكات ولا دي سي ولا اللي كان. الا كانت متوفره هذه لا مارك في المحرك تاعك، ديرها واعطيها الاسبقيه على كاع لي مارك واحد اخرين. وزدنا عاودنا جو تاع لي صوباب، لاخاطش لي صوباب اللي كانوا راكبين فيها الواله ماشي ملاح. وزدنا عاودنا لي كيد تاع النحاس ماشي لي زاري دليل، عاودنا لي كيد لاخاطش جوج كانوا وين طرد لي فلاشين وين عواجو كان فيهم جو كبير بزاف. اي عاود زدنا عاودناهم كومبليت بينهم بلي زاري دويل. كيما تشوفوا ركبنا كلاس تاعنا، بغينا نوريكم الكالاج تاعها. سواء كانت عندك لوتي ولا ما كانت عندك تنجم دير زوج بولونات تاع طريز وكي تدخلهم وتركب لاشين تاعك اللي غيكونوا ليبري اللي غيكونوا يتحركوا. كي دير هاكا اللي غيكونوا يتحركوا الا كانوا مزيرين عب لي كالاج ماش نيشان. وفي الفبريكا تحت كيما تشوف هذا الخط هذا اللي راه هاود يجي مع هذه النقطه اللي تجي في البينيو نيشان كيما تشوف. تما ما تكونش الدرسه عندها، تكون ما بين درسه ودرسه عند هذاك الخط اللي يجي في البومبا الويل. وبالنسبه لهذه لاسيبل اللي تجي هنايا انا عندنا واحده اخرى باش نوريكم. كي تطيح الكالاج نيشان تما في لي زابراكام وفي البلوكا دير هذه النقطه مع هذه النقطه وركب. والا كنت شاري واحده جديده غادي يعطوك مع هذا الجديد هذا الزرق. وهذه هي خاوتنا وبلعنا المحرك تاعنا. كما تشوفوا الدوره تاع المحرك هاي ما شاء الله. ايوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.